الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فسنتكلم في هذا الدرس عن الركن الثاني من اركان الايمان من خلال العناصر الاتيه حكم الايمان بالملائكه معنى الايمان بالملائكه الادله على ذلك الاعمال والوظائف التي وكلت فيها الملائكه ثم نتكلم عن اعظم الملائكه حكم الايمان بالملائكه الايمان بالملائكه واجب وهو احد اركان الايمان السته ومنكره كافر والايمان بالملائكه يكون على الاجمال وعلى التفصيل فنؤمن اجمالا بوجود الملائكه وانهم من خلق الله تعالى ونؤمن تفصيلا بما صح به الدليل عن الملائكه سواء من ذكر لأسمائهم أو وظائفهم أو صفاتهم الخلقية والخلقية. معنى الإيمان بالملائكة الملائكة عالم يختلف عن عالم الإنس والجن، وهو عالم كريم، وكله طهر وصفاء ونقاء. وقد عرفه العلماء بقولهم هو التصديق الجازم بان لله ملائكة موجودين، بمعنى ان يصدق الانسان تصديقا لا شك فيه ولا ريب بان لله ملائكة موجودين على الحقيقة، وليس قوى خفية كما يزعم البعض. مخلوقين من نور هذه مادة خلق الملائكة، كما ان مادة خلق بني ادم التراب ومادة خلق الجن النار. ولكننا لا نعرف ما هو النور الذي خلقت منه الملائكه وانهم عباد مكرمون يسبحون الله بالليل والنهار لا يفترون فالملائكه عباد مكرمون قد كرمهم الله عز وجل وهم يقومون بوظيفه التسبيح لله تبارك وتعالى وهم في عباده متصله لا يتعبون ولا ينقطعون عنها وانهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكه مجبوله على الطاعه، هي لا تعصي الله كما يعصيه العصاة من بني ادم ومن الجن. لا ياكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناسلون، وهذا بخلاف الانس مثلا، فهم لا يستغنون عن الاكل والشراب، ولا يستطيعون البقاء بدون النوم ودون التناسل. وانهم قائمون بوظائف متنوعه اوكلها الله تعالى اليهم وسياتي الحديث عن ذلك بعد قليل. الادله على الايمان بالملائكه الادله الوارده في هذا الباب هي ادله نقليه من الكتاب والسنه. وقد جاء الحديث عن الملائكة في القرآن الكريم في مناسبات كثيرة مختلفة في نحو خمس وسبعين آية في ثلاث وثلاثين سورة مما يعني كثرة الأدلة في هذا الباب قال الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخر ما ذكر مما جاء في حديث جبريل الوارد في تعليم امور الدين. اعمال الملائكه جعل الله تعالى للملائكه اعمالا متنوعه في العالم العلوي وفي العالم السفلي فمنهم حمله العرش كما قال الله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه. وقد جعلهم الله عز وجل على صورة عظيمة في الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة عام أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومنهم الموكلون بالنار وتعذيب أهلها وهم الزبانية وعددهم تسعه عشر قال الله تعالى عليها تسعه عشر وعلى راسهم مالك خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وهم اقوياء اشداء كما قال تعالى عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ومنهم الموكلون بحفظ بني ادم في الدنيا كما قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، يعني بامر الله، فاذا جاء المقدور اخلوا بينه وبينه. ومنهم الموكلون بحفظ اعمال العباد وكتابتها، كما قال الله تعالى: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، وهذه ليست اسماء للملائكه، وانما وصف للعمل الذي يقومون به، فهم ملازمون للانسان، يكتبون اقواله وافعاله لا يبرحون عنه، ومنهم الموكل بقبض الارواح، كما قال الله تعالى: حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولا يتعارض هذا مع قول الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها وذلك ان ملك الموت يتولى قبض الارواح واستخراجها فاذا قبضها واستخرجها تولتها ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب وكل ذلك انما يحصل باذن الله تعالى وامره فصحت اضافه التوفي الى كل بحسبه فتاره يضاف التوفي الى الله تعالى باعتباره هو الامر ويضاف الى ملك الموت باعتباره هو القابض ويضاف الى الملائكه باعتبارها هي المستلمه ومنهم الموكل بالنطفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يُجمع خلق احدكم في بطن امه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقول: اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. هذا نزر يسير من أعمال الملائكة والا فهي اكثر من هذا بكثير ويمكن الرجوع اليها في كتب العقيده. وقد فاوت الله تعالى بين الملائكه فجعل بعضها اعظم من بعض فاعظم الملائكه ثلاثه جبرائيل وميكائيل واسرافيل فهؤلاء هم رؤوس الملائكه واعظمهم على الاطلاق هو جبريل عليه السلام وهو امين الوحي والسفير بين الله ورسله كما قال الله تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقد اعطى الله تعالى الملائكه قدره على التشكل باشكال مختلفه فهم قد جاءوا الى ابراهيم عليه السلام والى لوط عليه السلام بصوره اضياف وكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الصحابي دحية الكلبي وتارة جاءه في صورة أعرابي وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على الصورة التي خلقها الله تعالى عليها وله ستمائة جناح وفي هذا القدر كفاية والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد